السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الباحثين. إن شاء الله اليوم راح نتناول سلسلة السوات كاب من إدخال البارامترات وكيفية عمل الران وإنشاء البرنامج وكيفية يعني شنو الأشياء اللي المفروض أنا أعملها من البداية حتى أتجنب كل الأخطاء. بالمناسبة أنا سويت لك سلسلة خاصة بالسوات كاب اسمها بلاي ليست ضمن اليوتيوب اسمها سوات كاب دا أشوفكم يا حالياً. هياته لاحظ هذا اسمه السوات كاب هذا هنا يبلش من اول وحده هي الانستال هنا يبلش لاحظ هاي راح اسوي لك اياها ضمن بلاي انستال اند داونلود سوات كاب وشلون تنصبه كرييت نيو بروجرام شلون تحضر هذا الاكسل شوف هاي اشارتهم هاي اشاره الواجهه مالتهم تمام عيني البروتوكول باختيار البارامترات الكالبريشن يعني هاي مسافت لك عن بعض الاشياء شنو الكالبريشن انبوت شلون نضيف بارامترات تمام عيني هاي ان شاء الله هاي المحاضره راح نسولف بيها كل شيء. بالمناسبه حصيله شهر ونص من الاخطاء والتجارب اللي يوقع بيها الباحثين حتى على جروب السوات كاب اللي هو مشتركين بين المساهمين واليوزرز وغيرهم اول خطا يوقع بي انا المفروض كباحث احضر ملف اكسل دكتوره هذا شلون حضرناه ترجع لليوتيوب اكو محاضرة مسميت لك اياها prepare observe data for measurement تحضر هاي البيانات انت المفروض عندك بيانات يعني بيانات حقلية او فعلية للمتغير اللي انت تحسبه تقارنها مع البيانات اللي راح يستخرجها البرنامج فهاي الفقرة اسمها الكالبريشن وفقرة الفاليديشن هذا للبرنامج نفسه للبيانات نفسها فشنو نسوي هسه احنا لازم اكو سنوات انا مخصصتها الكالبريشن وسنوات مخصصتها الفاليديشن ما يصير استخدم نفس السنوات الكالبريشن وهي نفس السنوات الفاليديشن فهسه انا مثل ما تلاحظ عندي من الشهري من 2000 الى 2009 هذا للكالبريشن ذاك للفاليديشن هسه انا ما لي علاقه بالفاليديشن ولا اتعامل وياه حاليا خلي اكمل فقره الكالبريشن بالبدايه وهي الاهم فشنو تسوي تروح على السوات الرئيسي برنامجك مو سوينا بلاي ليست خاص بي الى ان وصل لاخر شيء رن سوات وين الخطا اللي يوقعون به الباحثين انا هسه هنا بيانات حقليه ايش قد محضره من 2000 الى 2009 طبعا هواي وردني سؤال دكتوره انا لازم سوات اجيب بيانات يوميه ايا كانت تصاريف سيدمنت ايفابو ترانسبورتيشن لا عيني هذا الموضوع غير صحيح شنو البيانات المتوفره عندك شهري يشتغل سنوي يشتغل يومي يشتغل تمام فلا تتقيد انه اني اللي احضر بيانات يوميه هذا الشيء غير صحيح تماما نجي اول شيء نبلش منا عندك الخطا اللي يصادف اغلب الباحثين شنو يسوون السنوات اللي يحرروها ويستخرجوها من البرنامج تختلف تماما عن السنوات اللي هم محضرينها للكالبريشن مثلا دكتوره شنو تقصدين اني هسه تلاحظ هاي الكلمه هنا انا محضره بيانات وذر ديتا للبرنامج من 1985 فقرة الوذر الوذر داتا اللي هاي رايت انبوت تيبل منه انطيته بياناته من 85 الى 2021 فهو مستعد يسوي لي رن للبرنامج مالتي من 85 ل 21 لكن يا ترى هل انا متوفر بيانات حقليه عندي من 85 ل 21 لا متوفر عندي منين من 2000 هالسنوات المتوفره عندك سنه سنتين ثلاثه اربعه ازي ولايك عندي متوفره من 2000 ل 2009 تمام عيني اجي هنا هاي الفقره هنا اذا مثل ما تلاحظ هنا هاي الفقره فشنو اسوي هسه اني هنا اقول له اول شيء تروح انه تستخرج لي قيمه التصريف شلون حتستخرج لي قيمه التصريف تروح لهنايا لاحظ لهنايا هاي روح يستخرجها شو تسوي انت بهاي الريزلت اللي هنا اول شيء عندك قبل برنامج اكو شيء اسمه نمبر اوف يير سكيب عدد السنوات المهمله واذا تناولتها بفيديو يسموها فتره الاحماء او التسخين للبرنامج ايش قد على السنوات انت تطل البرنامج بحيث يصير لفتره تسخين ويتجنب الايرور انا راح حطيت له السنوات هاي ثلاث سنوات راح يهملهن ما يطلع لي لها الريزلت بما انه انا لازم برنامج سوات هذا يطلع نتائج تبدي من سنه الى سنه تشبه الحقليات فش راح اقول له من 97 راح تسالوني ليش؟ لان راح يهمل ثلاث سنوات فراح يهمل 97 وال 98 99 اذا مين راح يعطيني الريزلت؟ يعطيني من 2000 واني عندي من 2000 حقلي خلاص كلش تمام
الياس انا عندي حقلي حد 2009، انا احكي كالبريشن فاليديشن ما لكم علاقه به حاليا، غير ما ورا ما يكمل الكالبريشن تسوي رنه للفاليديشن. فتجي هنا تقول له يابا الى 31/12/2009، هاي الفقره شوف هي هاي هي هاي اسباب كل يعني تقدر تقول 75% من الاخطاء هي هذا سببه، انه الباحثين يجي مطلع النتائج شكل ويتوقع انه البرنامج تلقائيا راح يفرز ياخذ السنوات اللي هو راح ينطيها. لا خطا هذا جدا، وهو هذا سبب كل الاخطاء. الناون سورس ما اعرف ايش فلوتنج ايرور، اذا تروح تدخل على جروب سوات كاب بس تكتب الايرور راح يطلع لك الاف الايرور طالع للباحثين، وسببه هي هاي المشكله. لو من البداية تتجنبها ما يطلع لك كل إيرور، تمام عيني؟ نجي بعد ذلك راح نقول له حررني، تعدك تختار السيستم مال حاسبتك 32 أو 64، ريلايز أو ديب ريلايز بالمناسبة أسرع. تقول له 6 سوات رنر سوات ران، بعدين تقول له رن سوات راح يطلع لك النتائج كاملة. طيب اللي بنكمل الرن وأكدنا على هاي الفقرة السنوات واختيارها، بعد ذلك شو نسوي دكتورة؟ تريد تخرج نتائجك اللي سواها سوات، تروح على ريد سوات اوتبوت، تمام؟ النتائج اللي سواها تخرجها، فانتها بما انه خصصتها للكالبريشن فسميها كالبريشن سيموليشن، سميتها تقول له سيف راح يسيفها لك. وين نلقاها دكتورة؟ انت مو من البداية من سويت سوات بروجكت بتلقى انا مسوية سلسلة خاصة بالسوات، سلسلة وهذا شعارها، هذا شعارها من تلاحظ سلسلة تقريبا 40 فيديو، مو مسوينا من البداية أول شيء نيو سوات بروجكت فتحنا فولدر وسوينا كل هاي الملفات بي إلى أن وصلنا للرن. وين ألقى؟ أنا سويتها بالإي، أروح أمشي على الإي، هاي هنا أنا هسه بس لحظة، هذا الإي هنا، هذا سميته سوات ووتر شيد ديلينيشن. راح تلقى من تنشئ البرنامج وتكمل كل شغلك بيه تلقى هاي الملفات كلها بي، هو خالق هالبرنامج. أوكي عدا هاي، هاي أنا سويتها. شو تسوي انت؟ تروح تفتح الفولدر الخاص بيك، تروح تفتح تقول نيو فولدر سميه سوات كاب، حتى يصير شغلك ضمن الملف هذا ما يروح بعيد وتنساه وما ادري شنو. فهنا سويته، هذا الفولدر ما موجود انا خلقته لكن البقيه موجودات. دكتوره هسه النتائج اللي طلعت منك هنا وين نلقاها؟ تروح على السيناريو، شوف هسه سيفت اني كالبريشن سيموليشن، تلقاه بالتيبل اوتلت، تدخل على التيبل راح تلقى ملف اكسس امتداده MDB، تفتح هذا ملف الاكسس الخاص بيك، تروح شنو تسوي بعدها؟ تروح بعدها تسوي تدخل على الريش مثلا، لاحظ هاي النتائج تصدرت من الألفين وتناسب الفولد ميجرمنت. بهاي الحاله تجنبت الخطا اللي راح يصير لك. اوكي يعني أنا يا متغير طلع لك كل المتغيرات سيدمنت غيره، أنا يهمني بس الأوت فلو، أنت اشتغل على الأوت فلو. فيا كولوم 1 2 3 4 5 6 على كولوم رقم 6، تمام عيني؟ هسه هنا خلصنا، نجي نقفل هذا الملف، أروح أفتح برنامج سوات، خلي أدني لكم الشاشة حتى تشوفوا هذا سوات موجود، أنا نزلته مسيبة نسخة من عنده بالتاسك بار. عندك 3-4 نسخ 2012 لحد الآن، طبعا السنة دا سولف بها الفيديو 2012-2019 وبلاس وبريميوم. ال 19 والبلاس والبريميوم ومجانيات، لازم عندك يعني كي كارت وتفعل البرنامج سنويا ضمن اشتراك. 2012 موفرت الشركة مجانا للمستخدمين فور يوزر، فأنا هسه نصبت لك 2012 وما يفرق تقريبا كل المشغل، لكن الأكوريسي والدقة تكون أفضل. نجي هنا أنا أوبن، راح أسوي برنامج ما لك علاقة بالأوبن، هسا راح أنشئ برنامج جديد. هسا أول خطأ عرفنا نتجنبه اللي هو شيء يتضمن، يتضمن السنوات اللي راح أسويه الكاليبريشن بالبرنامج. أنتقل للخطوة الثانية، هسا راح أسوي أنا برنامج جديد، أقول له نيكست، راح يقول لي انطيني اللوكيشن مال الأوتبوت مالتك، وين أندل اللوكيشن؟ أروح للإي، تمام؟ بالسوات ووتر شيد ديلينيشن تختار اللي هو يا هو هذا السيناريو تلقاهن، وين هنا تلقى اكو ملف يصير لونه بنفسجي، هو هذا اللي تختاره اسمه تيكست اوتلت، تقول له اوبن، تقول له نيكست، بعدين يقول لك يا فيرجن تستخدم من سوات انت اصلا؟ انا دا استخدم 2012، اي شنو نظام الحاسب اللي تشتغل عليه 64؟ اوكي نيكست. افتر ذات يقول لك هذا برنامج السوات كاب مرتبط بخمس طرق معايره،
طيب دكتورة، يا هلين اختارت تروح تقرأ عن فلسفة هذا الموضوع بالكامل. أنا راح أختار أول وحدة اللي تكون أبسط، الإرر مالتها أقل، لكن هي غير فعالة مع النون لينير. أنا يعني إن شاء الله راح أشرح لكم إياها المحاضرة كفلسفية، شنو أنواع طرق المعايرة وياها نستخدمها، من هي الأفضل حسب المتغير. أنا فلو يمشي لي، إذا أنت كان سلمت فطريقة تسارع الجسيمات هي لك أفضل، يعني حسب المتغير اللي انت راح توجده. تمام عيني؟ يعني ما مربوط انه انا شنو استخدم. هسه احنا لا بس عن هالموضوع استخدمنا السيكوينشال انسرتينتي فيتنج فيرجن 2 نيكست، سمي ليا، راح اسمي اف اني. تمام؟ بعدين يقول لي بين لي مكان الخزن مالتك وين حيصير، فراح اقول له مكان الخزن روح للاي، مو قلنا سوي فولدر اسمه سوات كاب حتى تخزن بي حتى ملفاتك ما تضيع. اقول له اوكي، اقول له فينش. لاحظ هسه هو راح يكمل لي الفولدر، راح يكمل لي كرييت للفولدر. شنو دكتوره ورا ما يكمل؟ هسه راح اوقف الفيديو بشكل مؤقت بس ما يسوي لنا الفولدر حتى اشوفكم شنو هي الخطوه الثانيه اللي تسويها. هي هاي اخر خطوه بعد تتجنب الاخطاء نهائيا بالسوات كاب، يمشي وياك بسلاسه وبسهوله وبدون اي خطا. هن ذني اهم فقرتين، الفقره الاولى يا هي اللي هي السنوات اللي احررهم من برنامج سوات الخاصات للمعايره، لازم يتطابق مع الحقليات. والشغله الثانيه ورا ما يكمل البرنامج، راح هذا البرنامج هسه من راح يكمل راح يصير له فولدر خاص به بالاسم اللي سميناه، هم من ندخل عليه راح نلقى عده ملفات مسويهن. راح نجي هسه احنا راح نوقف الفيديو بشكل مؤقت بس على ما انه يكمل لنا الكرييت البروجرام ونرجع ان شاء الله. لاحظ هنا هسه انفتح عندك البرنامج الاساسي، شوف اسمه اف 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 سميناه قبل شويه، انتهى الكالبريتد. اروح الموقع الاصلي اللي انخزن به. تمام؟ هو ينخزن هسه انخزن بالاي بالسوات كاب سميت لكم اياه. لاحظ عيني اروح على الاي ووتر شيل ديلينيشن، اروح على سوات كاب. تمام؟ هذا الملف اللي ينشر، ادخل عليه. لاحظ صار بداخل عده فولدرات. شو تسوي بهاي الخطوه؟ راح تلقى واحد من الفولدرات بالاخير كلش، لان دكتور بيش احتاج راح تحتاج بعدين من تعدل بالكالبريتد. لاحظ اذني الملفات، راح تلقى سوات اي اكس اي، سوات اديت، هنا ذن اثنين سوات. هسه اني ما لي علاقه لا عد السوات اديت ما عدل بي، يبقى نفس ما هو. نجي سوات اي اكس اي الموجود اصلا بالبرنامج، شو تسوي له؟ تروح تقول له رينيم، تخلي بصف كلمة سوات قبل الدوت ديفولت دي اي اف اي ال تي، اوكي سميته بهذا الاسم. تجي وراها شو تسوي؟ تروح على السي، خلي هذا مفتوح، تروح على السي. انت برنامجك اصلا السوات وين تنصب؟ اكيد بالسي، فتروح على السي، اكو هذا فقرة اسمها سوات، تروح على الارك سوات او كيو سوات، اي نو بروبلم. تروح بعدين على شنو؟ تروح على اخر شيء اكو اسمه سوات 2012 اي اكس اي، تقول له كوبي، تغلق هذا الملف بعد ما تحتاج تجيب نسخه هنا. تمام عيني؟ شو تسوي له هسه؟ هذا هو صار، لا هذا سوات 2000، هذا 2012. شو تسوي له؟ تغير اسمه، شو تسوي؟ بس تشيل السنة. عرفت شنو المغزى ليش غيرنا اسم هذا وسميناه ديفولت؟ لأن لو ما مغير، لو بقينا نفس هذا الاسم كان قال لك ريبليس وبدله ويطلع لك ايرور. فتروح على الأصل الموجود بالبرنامج تسميه ديفولت، وهذا جبته بس تشيل من عنده السنة 2016 2000 وكذا، خلصت. لهنا تقريبا راح تتجنب أنت كل الأخطاء بالفولدر اللي سويته به. تمام عيني؟ هسه لهنا ما عندكم مشكلة، أروح أفتح برنامج اعتيادي، أدخل البرامترات الخاصة بي، يا باراميتر ويا باراميتر الخاص بي. خل أفتح لكم هسه أني، أروح على Open Calibrated، خل أفتح لكم هذا مدخل الآن. مسويت لك فقرة شلون تدخل البراميتر، أي باراميتر أول فقرة تروح تسويها تدخل البرامترات حسب البروتوكول أنت قريته من يعني الأدبيات. تحدد البراميتر نيم وحسب شنو هو ريبليس لو فاريو لو ريليتيف والديسكريبشن وشنو هي الوحدات مالته تضيفهن والانيشال رينج او الديفولت رينج الاساسي يعني البدائي مثل ما نقول.
ورا ما هذا شلون اضيفن، راح هو تلقائيا يعطيك اول اربع بارامترات لاني يعني شلون مثل ما نقول في الستاندرد، انت مو شرط تبقى بين جوز ما تحتاجها بتغيرها على حسب منطقه دراستك، فتضيف باراميتر باراميتر وتضيف للديفولت رينج. شلون اضيف البارامترات؟ بس خليه يفتح البرنامج من هنايه، من هنايه تروح على البرنامج الخاص بك انت. صراحه انا راح اروح انا ضيفت هنا البارامترات، بس انت يعني انا بالمناسبه سويت لك فيديو هنا شلون تضيف البارامتر، اد باراميتر مسميته، هاي لاحظ هنا هذا هذا اد باراميتر وذ ميثود، الطريقه مالته هي ريبليس ريليتيف، هاي هنا تمام عيني. هسه عفوا نرجع على برنامجنا الاصلي، هاي ما لكم علاقه بها الريزلت كلها، بس يكمل لي هاي الديتا حتى اعلمكم شلون تدخلون على البرنامج. هاي الفقرتين نوهتك عليه راح يتجنبن لك كل انواع الاخطاء اللي تصير لك بالسوات كاب، تقريبا ان شاء الله ما راح تكون عندك اي اخطاء، اي اخطاء ما راح تصير عندك. هسه راح اعلمك طريقه الادخال حد الكالبريشن. اول شيء ما لنا علاقة احنا بكل هاي الامور، نرجع على برنامجنا الاصلي اللي نشأ. تدخل على الكالبريشن انبوت، تختار اول فقرة، هاي اول فقرة يقول لك دخل لي البارامترات. اهم شيء تنتبه عليه انت كم بارامتر، هو منطيك الستاندرد اربعة، تريد تزودهن مثلا ضفت خمسة ستة سبعة ثمانية، اهم شيء تأشر لي اياه منها حتى يتحولن باللون الاخضر. لاحظ انا كم ضايفة كم بارامتر 20، لو مثلا قللت واحد، لا العفو، شوف لو زيدت وهو ما موجود يعطيك هنا الاشارة الحمراء، فلازم تضيفه، وإذا لا بالعكس قللت وهو موجود واحد راح يعطيك اياه باللون الأحمر، فالمفروض البارامترات اللي تدخل هنا عددهن هو نفسه هنا، هاي الموضوع جدا ضروري تنتبه له. شلون أدخل لدكتور البارامتر؟ تضغط عليه تمام؟ تروح تضيف منه آد نيو بارامتر، أنت البارامترات اللي محددهن ضمن أي امتداد تبحث منها، أو إذا عندك موجودات تسوي لهن سيرش، مثلا إي إس سي أو تمام؟ يقول لك يا هو ضمن انت شنو اللي يخصك ضمن الهارد لول بيزن، تضيف له تقول له مثلا ضمن كذا، تقول له اوكي تضيفه، وراح ينطيك هو المبدئيا شنو هي علاقته الريليتف لو كذا. بعد ذلك شنو تسوي؟ تروح على الانيشال ديفولت تاخذ ان هذا دكتوره منين اتعلمه، شلون يا باراميتر يخصني الريليتف لو كذا الديفولت رينج، تروح تقرا باليوتيوب ضمن سلسله السوات كاب نفسها، سويت لك انا فيديو اسمه البروتوكول، بدايته اسمه البروتوكول. هسه اشوفك يا عيني، اد باراميتر البروت سلكشن اند كونتريبيوشن، هذا البروتوكول اوف باراميتر سلكشن، بروتوكول اوف باراميتر سلكشن يوز ان سنسيتيفيتي اناليسيس سوات كاب، شلون اختار هين هاي البارامترات على اي اساس، من اجيب الديفولت رينج، يعني فلسفته تروح تجيبها تقرا هاي المحاضره وتفهم بالتفصيل شنو اقصد انا ومنين تجيبهن. تمام عيني، هسه هنا ما عندنا مشكله، كملنا البارامترات دخلناهن، تنتقل على الخطوه الثانيه، لحظه النمبر اوف سيموليشن انت تنطي بكيفك. صراحه احد يسالني ايش قد كذا، ماكو شيء الى ثابت، انا هسه تشوف اكو الكتاب الستاندرد شو يقول؟ يقول النمبر اوف سيموليشن يساوي لك النمبر اوف باراميتر زائد 2، يعني هسه مو مدخله 20 اقدر اعطي 22، لكن هم كل ما انت اعطيته اكثر تكون الدقه اكثر، وبنفس الوقت راعي انت كل ما زاد العدد اكثر الرن تطول 8 ساعات للساعات 4 ساعات، يعني احنا من هذا الباب، فهذا شيء راجع لك انت وحاسبتك قدره حاسبتك. تمام عيني،
بس انا هنا مطيته 50 او 51، لا لا بس انا الرقم هسه مثبته هنا قدامك 51. تنتقل على الخطوه الثانيه، الخطوه الثانيه تقول ستارت نمبر اوف سيميليتنج 1، هنا انا المفروض شو اغير؟ اقول له 51 تمام عيني، انشيل هذا الستاندرد واقول له 51، تكتب هنا 51 على اساس الموجود هنا تمام. نجي دكتوره هذا الفايل سيو نتخلى ما لك علاقه به، هو تلقائيا راح يرتبط مع الاكسس عبرا، ما يهمك هذا. هذا دكتوره اغير به شيء؟ لا ما تغير به شيء، هذا نفس ما هو يبقى. ده ينطيك الكل من الرينج، يعني جماعه الام جي تي البارامترات ايش قد يقول لك الرينج الاولي مالته من كذا الى كذا، هذا يا هو كيرف نمبر. اللي نجي مثلا الام جي تي او بي تي ايضا من ضمن الكيرف نمبر، بس شوف كل من كدي يير كذا، يعني هذا مجرد يشرح لك البارامترات والسويل الخاص به الاندرسكول، يعني هاي الامور كلها دي يشرح لك اياها، هو يحاول يبين لك اياها بدك تلاحظ بالتفصيل الدقيق. فانت هاي الامور يعني هم تفيدك، يعني مجرد هيش نظره، لكن هل اغير بها شيء؟ لا ما تغير بها شيء. تروح على الاوبزرفيشن وتختار تحدد الريش تضغط عليه، لان لاحظ لو اسانه ما ضاغطه يطلع كلهم باللون الرصاص الغير مفعل. اضغط ريش، اضغط هنا، اول شيء يقول لك انت يا تشتري تطلع كم متغيران عند متغير واحد، فاقول له شنو الريفر. بعدين يقول لي يا اوت فلو راح تشتغل عليه ضمن اي سب بيزن، اروح على منطقه دراستي بس بالسوات مقسم لي اياها بالووتر شيد ديلينيشن الى عدد من السب بيزن. انت مو شرط تاخذ كل السب بيزن، تاخذ السب بيزن المتوفر عندك. انا هذا السب بيزن واقع ضمن العراق ضمن منطقه دراستي، حاول تحصل له سنوات مال حسب البيانات المتوفره. حصلت انا اللي بيزن هنا لكن سنوات قليله، فراح اخذ هذا السب بيزن نو بروبلم تمام عيني. فهسه هنا أنا هذا السب بيزن راح اخذ الان اللي هو يا رقم 29. اروح البرنامج الاصلي اقول له رقم 29، هذا 29 تغيرت حطه هنا. نجي النمبر اوف داتا بوينت ترجع هنا، ايش قد الداتا بوينت؟ يبلش من الواحد المن الى ال 120، هاي ال 120 اروح اقول له من واحد 120. يقول له دخل الاوت فلو، اكو هنا هو يعطيك اياه في تشي ستاندرد، تاخذه كله تمسحه، كله هذا تاخذه تقول له ديليت، كله تشيله تمسحه، تروح على هذا اللي موجود عندك بالاكسل اللي حضرته، تقول له كوبي منات نسخه بدون بوينت وكالبريشن، هذا كله كوبي، هذا لحد 120 بوينت، تقول له كوبي، تروح تحطه هنا تلصقه هنا، تمام عيني، هو يرتب بهالشكل. خلصنا من هذه الخطوة، لأن الخطوتين بعد ما لهن داعي، نجي على الإكستراكشن، تروح على أول وحدة، يعطيك هنا أكثر من فايل، 1 2 3 4، أنت بقل فقط يعني ينطيك بالأصل أكثر من فايل، يعني ما ينطيك فايل واحد، تمام عيني؟ يعني ينطيك 4 أو 5، أنت كلهم ذنيتش احذفهم هيش وسوي لهم ديليت، بقي فقط اللي أنت تريده. تمام اللي هو هذا الاوت فلو مال 29، ما اعطيك مال 7 8 كذا هيك شيء، يعني هسه اذا ارجع هنا وافتح واحد اوبن، افتح هذا مثلا اريد اقول لك انه سيف هسه هنا أنا. نو راح يغلق هذا حتى اشوفك اني شلون تدخل الملفات والفولدرات. بس يروح هنا هذا يفتح لك الاف، شوف هنا أنا نفس الشيء، شوف هذا الستاندرد اللي معطيك اياهن 4، تضيف عليه منه وتزيد عدده منه. النمبر اوف سيميليشن الستاندرد معطيك اياه 5، تغيره انت تاخذ العدد المطلوب، تنتقل للثاني هنا تعطي النمبر وهذا حسب النمبر اوف سيميليشن ايش قد عدته، هذا قلت لك لا تدخل عليه، روح على اللي بعده تسوي ذني، هذا قلت لك هم ما يهمك مالك علاقه به، روح على الاوبزرفيت تلقاه هنا 3 من غير مفعلات، تحدد الريش راح يتفعل اول واحد تضغط عليه هنا. يقول لك النمبر اوف فاريبل، انا عندي متغير واحد، جوز انت عندك سيديمنت وفلو فتقول له 2، انا عندي واحد. نجي يا اوت فلو قلت لك يا سب بايزن تشتغل، هو يعطيك الستاندرد 1، انت جوز تشتغل على سب بايزن 7 المتوفر عندك، على سب بايزن 9، على سب بايزن كذا، انا على سب بايزن 29 ذا ابين لك اياه. نجي هذا ايش تسوي؟ كم بوينت هو الستاندرد يعطيك اياها 141، انت غيره سوي 120، شيل ذني كلهن احذفهن بالكامل.
كلهن احذفهن، هو مطيك مال 2 3 5 6 ما ادري شنو، كلهن احذفهن ذني. تروح على الاكس اللي حضرته هذا اللي كلهن تنطيهن ديليت، تروح على الاكس اللي حضرته هنا تسوي ذني نسخ كوبي بيست تحطن هنا تمام. تنتقل وراها على الاكستراكشن، اكستراكشن تروح على اول فايل، لاحظ مطيك اكثر من اوت فلو، انت عليه اوت فلو تشتغل بس على اول يا هو 7 المتوفر عندك، وذني شو تسويهن تشيلهن وتحذفهن تمام. تقول له حذف، بعدين تروح على هذا الفولدر. ها هذا ضروري تنتبه له، يقول لك النمبر اوف فاريبل تو جيت، عندك كم متغير تريد تحصلهن. انا صراحه بالنسبه لي عندي متغير واحد اللي هو الاوت فلو. اجي بعدها الفاريبل كولوم، من سوينا كولوم الاكسس قلنا يا كان يا رقماني عندي رقم 6، رقم 6 اريد اطلع من الاكسس. انت حسب تروح عندك سيدمنت تحسب 1 2 3 تقول هذا الرقم. ارجع للفيديو بالبدايه راح تلقاني اشرت شلون احكي عليه. التوتال نمبر ايش قد عدد الصب بيزنات منطقه دراستي كلها بصوره عامه 29 صب بيزن. ايش قد نمبر اوف ريتش، كم ريتش او صب بيزن انت راح تعتمده بايجاد الكالبريشن. صب بيزن واحد اللي هو يا رقم 29 كان، مو عبالكم انه هذا نفس هذا لا، بس صارف انه يعني من الصدفه صادفت انه العدد الكلي وانا راح استخدم اصلا اللي هو صاحب رقم 29. عندك متغير ثالث من هذا اللي حسب سيدمنت كذا، ما عندك تشيلهم ذني هالشكل وتحذفهم. تجي سنوات الكالبريشن من يا سنة تبدي، ده يقول لك ما يتضمن الويرب امبريوت، فقول له من 2000. وين الأسى يسألني أحد يقول دكتورة منين الويرب امبريوت، الويرب امبريوت اللي موجود أصلا هناك بالبرنامج مال سوات الحد يا سنة حد 2009 أنا منطيته. التايم ستيب شنو عندك انت البيانات اللي دخلتها شهري سنوي يومي، فانا دخلت لشهري. هسه خلص من هاي الفقره، اروح على الاوبجكتيف هسه هنا نجي هذا هم تبديه النمبر اوف فاريبل عندي واحد اشيل 4 اخلي واحد ذن شو تريد الاوبجكتيف فانكشن كيف اكتب اللي تريده، لكن هو راح يطلع لك اياهم كلهن بالمناسبه. بعدين المينيمم فاليو هي 0.5. نجي الاوت فلو يا هو انا راح اشتغل بس على رقم 29 نذني نفسه، بس هذا الرقم غيره 141 يسوي 120. نجي هنا نمبر اوف داتا بوينت اللي جبناها من الاكسل تمام. بعدين تحذف ذني كلهن المطكيان الستاندارد الاخير، كلهن تشيلهن كلهن للاخير، تقولهن ديليت. لاحظ تقولهن ديليت، تروح شو تسوي تجيب ذني بالاكسل اللي هن اللي لا زال للكالبريشن، تقولهن كوبي وتجي تلصقن هنا يعني عادي. هسه ذني شوف لاحظ ذني اقول لك كوبي، اروح على ملف مال سوات هنا انسخ اقول له بيست، شوف اخذهم 120 بوينت. بعد ذلك نجي هذني ايضا تحذفهم الان راح حسب انت كم اوت فلو، انا راح اشتغل على اوت فلو واحد اللي هو 29، اغير رقمه اكتب 29 تمام عيني. بعد نجي ذلك على هذا الاكسترود النو اوبزرفيشن، هاي النو اوبزرفيشن تروح لك واحد خيار اسمه هاي ضروري تروح له النو اوبزرفيشن ذني كلهن تركهن تروح على هذا الخيار اقل ينتبهوا له، هذا الخيار اللي هو 95 مال الانسيرتيتي انسيرتينيتي. اول شيء يقول لك الطريقه اللي راح استخدمها لك مال المعايره، هاي اسمها نجي نمبر اوف فاريبل تو كالكوليت، كم متغير انا بدي احسب متغير واحد اللي هو بس الاوت فلو، عندك 2 تكتب 2، عندك 3 تكتب 3. معطيك هو انواع المتغيرات، لاحظ عندك هنا سيدمنت اوتلت، عندك للخزان، عندك الاوت فلو، عندك للويلد، عندك هو يشتغل حتى ووتر كواليتي، عندك للسنو، عند يعني هواية متغيرات. انا شريت اقول له شوف لاحظ هنا اقول له اريد فقط للاوت فلو، فذني احذفهن اقول له ار فلو تمام. هسه ذني هم كلهن اشيلهن فقط ار فلو واحد تكست. كم بوينت انت دخلت لي بالاوبزرفيت، اقول له دخلت لك 120 بوينت تمام. هاي ضروري تنتبه لها. بعدين خلصت تقول لي لكل هذه الخطوات سيف ال، بعدين تروح تقول له انطي كالبريشن. لاحظ بهالسهولة هاي انطي كالبريشن، يقول لك اكسكلود ال اطلع لك كل النتائج، قل له نعم راح ينطيك هاي شاشة الواجهة مال البرنامج. لاحظ هاي شاشة الواجهة الخاصة بالبرنامج راح ينطيك ياها
بس العفو احنا اكو شيء يمكن ما غيرناه، بس ارجع هاي خطوه يعني ما غيرناها يمكن احنا بالبرنامج الرئيسي كانسل هنا كانسل ارجع لها بالبدايه يمكن هاي لا هاي اوكي ما تحتاج خليهن على الديفولت مالتهن هنا لا مو هنا هنا اتوقع هاي لا هاي اللي احنا بنتلاعب فيها هذا هنا ما دخلنا البيانات مال الاوتبوت فارجع على هاي يعني وقتها هيك بس قلت لكم كوبي بيست ما سويتها هسه هنا تلصقهن كلهن عفوا نخليهن كوبي تروح على السوالف كاب بعد ما حدا في الدنيش كلهن تقول له بيست تمام تقول له سيف اول هسه تروح تقول له كالبريت تضغط هاي تلقاها مفعله لو البرنامج انت ما مشتري او هاي تلقى في 2012 تلقاها تلقاها مفعله اكسكلود اول استخرج لي كل النتائج تمام عيني هسه راح يسوي لك ران لاحظ وش يبين لك شاشه البرنامج هنا بالاسفل لاحظ يقول لك يس اور نو تريد انه اري وشور باستخراج النتائج فتقول له يس بس تكتب له حرف واي يقول له انتر خلاص عنده يقول لك الفينش از بروسس راح يبلش هسه يخرج لك النتائج تمام ستارت باخراج النتائج تقول له نعم اوكي راح يسوي لك اخراج النتائج لاحظ هالشكل راح يسوي لك اكسكلود الى ان يقول لك انتهت الرن مال البرنامج دو يو سيف ايتريشن هل تريد حفظ الايتريشن لاحظ هسه راح يسوي لك اياهن ويكمل لك اياه للبرنامج يقول لك دو اخر شيء من يكمل يقول له نعم نعم يس يس هل تريد حفظ الايتريشن يقول له نعم سيف ايتريشن يقول لك يا ايتريشن هو ينطق اياه مثلا اذا هذا اول محاوله لك يقول لك ايتريشن واحد ايتريشن اثنين ايتريشن ثلاثه المحاولات كلها من تنطي سيف الايتريشن راح يطلع لك السيف بالاسفل زين دكتوره هسه ماكو داعي اكمل لان هو مبين بعد صارت واضحه شلون اقرا الاوتبوت هسه راح اشوفكم شلون تقرون الاوتبوت لان صراحه الوقت يحتاج هواي فمن اخر شيء من ينتهي يقول لك فينش بروسس راح تلقائيا تقول له اوكي اوكي اخر شيء يقول لك do you want to save iteration تقول له نعم save iteration تحفظه مثلا هذا اذا اول iteration لا تقول لك الايتريشن واحد تقول له انت شو تريد تسمي تمام راح ابين لك هسه اني راح انهي اللي هذا ما اكملها اوكي يعني حتى ارجع لك لا واحد كامل حتى اشوفك النتائج لان اذا ظلينا نستمر تخلص هاي راح يصير وقت الفيديو كلش طويل هسه راح نرجع الى وحدة من الرنات نحاول نكملها طيب دكتورة اذا انا سويت اكثر من ايتريشن وارد ارجع لهم كلهم هاي ديو ستارت هذا اقول له اوكي هاي هيك بس راح يطلع من البرنامج اصلا يعني شلون يتراجع الخطوات اللي سواها يتراجع عنها هاي الخطوات ان شاء الله ان شاء الله راح تكون واضحه وتفيدك انت كباحث وشغلك وراح يعني تخليك تتجنب كل انواع الاخطاء اللي تصير كل انواع الاخطاء بالسوات كاب تمام عيني فهسه ان شاء الله ننهي هذا الموضوع دي وين تو فينيش نعم اوكي هسه نرجع نفتح برنامجنا الاصلي ورا ما يكمل هذا البرنامج راح يطلع لك الايتريشن يسيب لك اياه راح صراحه موضوع انه هاو تو ريد الاوتبوت راح اسوي لك اياه واحد هسه هنا ها هالشكل يطلع لك دو يو وانت تو سيف ايتريشن ورا ما تخلص الرنه تقول له يس يقول لك هو منطيك الاسم الاقتراحي ايتريشن 1 انت بكيفك تبقي نفسه تقول له اوكي لاحظ من سيفته راح يطلع لك جواب الايتريشن هيستوري وكم ايتريشن اذا لقيت المختفيات بس تضغط جوا بالايتريشن هيستوري لاحظ راح الغي لك ذن كلهن بالايتريشن هيستوري راح تضغط عليهن راح تلقاهن موجودات بالكامل تمام عيني هذا الفقره ضروري تنتبه لها كلش ضروري تدخل على هذا الايتريشن تدخل بس هسه احنا بما اني ما كملنا الرنه فمن هسه ادخل مثلا على الاوت ويجري نوت اكزيت تدري ليش يقول لي اياها لانه بالاصل هذا الموضوع انه يعني انه ما كملت بعد الرنه ما خلصت ما قال لي فينش فبس انا حبيت شلون انوه لك على هذا الموضوع النتائج شلون تطلع طيب هاو تو ريد اوتبوت راح اسويه بفيديو واحد حتى ما تصير هوسه هذا هاو تو رن يعني ستيب اوف يعني عن طريقه ادخال البارامترات وتجنب الاخطاء بالسوات كاب
هنا محاضرتنا لهذا اليوم تكون انتهت. إذا عندكم سؤال أو استفسار ضمن هذا الموضوع تراسلونا على القناة ضمن الكومنت أو على إيميل القناة وتدزونا المقطع نفسه حتى نعرف أنتوا وين تقصدون الموضوع وخليلكم وين. حاولوا ما تنسون دعمنا بالقناة السبسكرايب حتى ما نتوقف إن شاء الله عن النشر، لايك، تنشرون مقاطع الفيديو هذه لجماعة زملائكم الباحثين طلبة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه والبلاء الباحثين بالنسبة للبحوث التخصصية، إن شاء الله راح فيتهم هذه الأمور، لأنه مثل ما أرجع وقلكم هذه الأمور قلة أو أصلا غير متواجدة بالشرح باللغة العربية بالنسبة يعني أخواننا وعزائنا الباحثين ضمن الوطن العربي. فإن شاء الله ألتقيكم بفيديوهات أخرى. إذا عندكم أي سؤال أو استفسار نرجع ونقول راسلونا على القناة. إن شاء الله ألتقيكم بالفيديو الآخر اللي هو خاص بالريد هاو تو ريد أوتبوت، اللي خاص يعني تطلع النتائج شلون أقرأ ريد أوتبوت وشلون أسوي تعديل أدجستمنت للكاليبريشن. ألتقيكم إن شاء الله بالفيديو الآخر. دمتم بأمان الله وحفظه.